بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى دين ما بعد. أيها الأبناء والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت الله يوفقكم، هنيئا لكم بطلب العلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جزاكم الله خير، ونشكر الأخ العزيز أستاذ طالب الشريقي من مصادر التعلم على هذه الدعوة لألتقي بكم، وإن شاء الله سيكون نماذج أو قصص من الرحلات. واضح؟ إن شاء الله. في يوم من الأيام سرنا البوسنة والهرسك، تعرفوا هذه البوسنة والهرسك؟ طلعنا جبل قالوا له كمير، هذه المنطقة أغلبها سلك، لكن على شدة المكان وبعد الطريق بالمشي طبعا توصل السيارة مكان أخرى، لكن كنا نحن رايحين رحلة مشي على صعوبة المكان وبعده، لكن الناس متكيفين في الحياة. يعني أول شيء شوف منطقة ثلجية، نحن الحمد لله هنا يوم يجي البرد صح متعب، لكن ما يوصل لدرجة الثلج. فتصوروا ناس يعيشوا في الثلج، فترة لما يعيشوا في الثلج يمكن يعني الزراعة ماشي ما صح، يعتمدوا على ويقلبوا من بعيد. كان معنا بعض الزملاء شالين تمر هنا من نزوة جزاهم الله خير، أكياس من التمر، فباقت بعض الأكياس باقية، وشافوا هناك عجوز قرب منزله وراحوا طيوا هذاك الأكياس اللي باقية. فأنا سمعت تلك العجوز تقول: أرمضان أرمضان، شوف ما عندهم هم تمر، وهذاك عنده فضلة وزيادة من التمر، خلاص كمل المشي وعلى تجيب سيارة الجهة الأخرى. فقال: هذا التمر أتصدق به. فدائما الإنسان ما يبخل بعطائه في الأسفار، يعني عندك فضل الطعام وتجد شخص ممكن أستفيد به، لأنه تلك الدول ما يزرع فيها نخيل، لأن النخيل تستوي في المناطق الحارة، مناطق ساخنة، هناك مناطق ثلجية، هناك تستوي أشياء أخرى من الأماكن الباردة. فشوف الأجر العظيم. باقي عن رمضان يمكن شهرين أو ثلاثة، ماذا قالت؟ الظلم وشهر رمضان، امرأة مسلمة، هذا الطعام الهدية قدرته وهكذا. واستفادت لكثرة الثلج، ما قال إحنا ما يعني ما نضيع العبادة، تلقى المساجد موجودة في البلدة، حتى المساجد كذا يعني معمولة سقف، لأنه لو كذا عن الثلج لما يتراكم ما يسقط. فشوف الناس كيف نفسهم في أي بلد بحسب البيئة اللي يعيشوها. فإحنا أيضا عندنا في عمان أشياء جميلة. في يوم الأيام هابطين مشي من الجبل الأخضر طريق وادي سعدة، شيء طريقين، طريق وادي سعدة وشيء طريق وادي المعيدين. أثناء المشي نمر بمدرجات زراعية، يعني تتصور كيف استطاعوا هؤلاء الناس الأوائل على بساطة الإمكانيات وصعوبة يعني الوصول إليها، منحدرات شاهقة وإلى الآن باقي الآثار، وبيوت حجرية، يعني تصور هذه الحجارة كيف يقصوها وماذا يفعلوا ويصفوها بنيان يعني بيوت. ثم تلقى سواقي أحيانا يعني تلقى صخرة صلبة وشاقين عسان يصل الماء إلى المكان اللي يزرعوه، ثم أيضا بناء جدران عسان مدرجات زراعية. اليوم نحن لو نقول ومع هذه الآلات نقول سهل بالآلات، لكن الناس الأول ما عندهم هذه الآلات بأيديهم، يمكن بحديد عمود أو كذا أو بشيء يعني. فتصوروا النشاط القاسي وال يعني العمل المتعب الذي يعني عملوا وتركوا يكون لنا عبرة. يعني أحيانا بعض طلبة العلم يستصعب يقول أنا ما فهمت. لا، أنت ما فهمت، حاول أكثر من مرة، يمكن هلاك أحيانا بادي يبني مدرج زراعي ويمكن عليك سلام تراك إنهار، ويمكن أيضا ما تصلح فيه زراعة، ويمكن ويمكن، ولكن ما يأس. ماذا قال؟ حاول مرة ثم مرة ثم مرة. أنتم أيها الشباب الله يسر لنا جميعا سبل العلم، فهذه السبل التي يسرها الله عز وجل ماذا يجب عليه؟ أن نجتهد. يعني واحد الآن يضع في ذهنه إيش بغى في المستقبل، إيش تريد إيش تريد تتخصص، ودائما اعملوا التخصصات العظيمة في أذهانكم. لماذا؟ لأنه هذا التخصص العظيم أنت ستكون بأكثر فائدة وأكثر تأثير على مجتمعك وعلى الإنسانية أجمع. ما تحسب حسابك أنك أنت بهذه الدراسة فقط أتحصل على وظيفة وراتب، بل
اعمل حسابك أنك أنت بهذه الوظيفة ماذا تفعل؟ ستفيد الإنسانية، ستقود الإنسانية. يعني لا مثلا أنت تريد أن تكون طبيب، احسب حسابك تكون أفضل الأطباء، رئيس الأطباء، قائد الأطباء. طبعا هميت مهندس من أفضل المهندسين في المجال، معلم من أفضل المعلمين، قاضي من أفضل القضاة، طيار من أفضل الطيارين، إلى آخره، مختلف التخصصات الجميلة الرائعة التي تفيد المجتمع. ولكن هذا ما يتأتي، هذا ما يتأتي ب يعني الإهمال. اليوم أشياء تجعل الإنسان مهمل، لكن العاقل ينتشل نفسه عن الوقوع في هذا الإهمال. في يوم من الأيام التقيت بحد الشياب كان في الجبل الأخضر يسكن، وتو يسكن في حي السعدة، فالتقيت به قلت له كيف كنتوا سابق؟ قال كنا ننزل من الجبل ونروح نشتغل بناء يبنيو في بسيا. تصور ينزل من الجبل الأخضر مشي وركض علي يوصل بسيا، يمكن ما يدا، وطبعا طريقه ما موجودة، وإنما يبقى من هنا طريق الحلاة. كل هذه المسافة المتعبة لكسب الرزق للسعي الحلال. فانظر كيف تضحيات هؤلاء الآباء رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم. يعني كثير من تشوفه تمر أحيانا حارات مبنية بالحجارة، هذه طبعا تصور أول شيء كيف استطاعوا ينحتوا هذه الحجارة، كيف استطاعوا يرفعوها، كيف استطاعوا ذاكوا يراكوا بعض فوق بعض. كل هذا الجهد يدل على وجود شخصيات قوية، شخصيات ما عملت في حسابها يعني أن تتوانى أو تتخلى عن عملها، بل ماذا عملت في ذهنها أن تترك أثرا. هذا الأثر بتلكم البيوت، بتلكم السواقي، بتلكم الزراعة، بتلكم الأشياء الجميلة والرائعة التي استفادوا بها وأفادوا منها غيرهم. أيضا في يوم من الأيام كنت ساير مكتبه في نوتنغهام في بريطانيا أثناء تعلم اللغة الإنجليزية. هذه المكتبة مسواية وسط بحيرة ووسط المبنى، وتطلعها مثل نظام يعني مصعد بس، يعني وانت توصل كانت طابق ثالث وانت ما حس بتعب، وإطلالة جميلة. كل هذا لماذا؟ تشجيع الناس على القراءة، تشجيع الناس على القرية. فدائما لو وجدت شباب مكتبة عامة حرصوا على الاستفادة منها، فوجدت ما شاء الله الناس يرتادوها، الناس تقرأ. ودائما شباب أحيانا توجد مكتبات عامة، مكتبة في المدرسة، مكتبة في المجتمع، في بيتك مكتبة، خصص من وقتك جزءا زين لتقرا من هذه الكتب. ما تقول انا اقرا فقط الكتب من المدرسه او الواجب ومعطيني اياه الاستاذ، لا، انت صح، لا، ممكن تنجح وممكن تطلع الاول بهذه القراءه، لكن معرفتك تكون محدوده. لكن لما توسع قراءاتك، توسع قراءاتك ايها الطالب، فانك بالتالي ستجد ثمره هذا. بكره انت في مقابله عمل يلقيك واسع المعرفه، واسع المعرفه، هذه سعة المعرفة في حد ذاتها ستثمر ثمرات رائعة. ماذا؟ إنك أنت أتفيد المجتمع، ستؤلف كتب، سيستفاد منك في معرفتك في أشياء يعني يحتاجها المجتمع. فبالتالي من يوم أطل نفسك، في يوم من الأيام لقيت طالب يعني كان في الصف وعنده دفتر. هذا الطالب ما شاء الله إذا شيء أعجب به يدونه ويكتبه، ويوم يلقى فرصة يقرأ أيضا من يعني دون أشياء ويقرأ ويحفظها. فحبذا دائما شباب يكون عندكم دفتر مصاحب. هذا الدفتر في يوم من الأيام تدخلت مكتبة ووجدت حكمة جميلة اكتبها، سمعت أستاذ قال كلمة رائعة اكتب، سمعت أبوك نصحك بنصيحة اكتبها. بعد فترة تشوف عندك مخزون علمي رائع تفيد به نفسك. وهذه الفكرة عمل بها الشيخ محمد بن ناصر الريامي في يوم من الأيام من إزكي. في يوم من الأيام زائر الشيخ فأراني ما شاء الله دفاتر كثيرة عنده. قلت له ما قصة هذه الدفاتر؟ قال هذا أنا لما يزورني شخص وأثناء الزيارة قال بيت شعر أدونه،
قال لي قصة أكتبها، قال لي يعني في يوم الأيام حدث شيء جميل أكتب عنه، فمجمع كتب يعني ما كما قال مذكرات جميلة ورائعة. هذا من استغلال الوقت، إن أنت هذا الضيف أفادك بعلم، فأنت عن ينسى العلم دونه واكتب. السابق صعب الكتابة يمكن أو وسائل ورق وكذا، اليوم تكتب تقدر في الآلات هذه الأجهزة وبطريقة جميلة ورائعة ومفيدة، وتفيد بها الآخرين وتنقل للآخرين. ودائما ما تكتبه يعني اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك من خلال أجرا عظيما. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهذا من حسن العمل إنك أنت تتعلم وما تكتم العلم، لأن كتمان العلم كبيرة من الكبائر. ثم تنقل هذا العلم النافع وتنال الأجر. انظروا إلى الأجر العظيم الذي يناله الصحابة الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا أحاديث الرسول. كل ما قرأنا آية لهم الأجر، كل ما قرأنا حديث وعملنا به لهم الأجر. لما نسمع عن أبي هريرة، عن ابن عمر، عن أم المؤمنين عائشة، عن ابن عباس، عن سائر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هؤلاء أجرهم عظيم. لماذا؟ يقول الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، لما نذكر الرسول ماذا نقول؟ اللهم صل وسلم أو صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يموت ابن آدم وينقطع عمله، أي من الأجر، إلا من ثلاث مستمر فيها الأجر. ما هي؟ ولد صالح، وعلم ينتفع به. أحسنت. و يا الله شباب، يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، نحرص على الصلاح والاستقامة، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. ما شاء الله، جزاكم الخير. فالرسول دعانا إلى الخير، والصدقة الجارية ما قال كنت ما عندك فلوس تصدق، أبسط الأشياء وأعظمها أثرا وهو الابتسامة. إذا لقيت أخيك ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ابتسم دائما، يعني تلقى صاحبك ما تقول ابتسم، لأن الابتسامة صحة نفسية. غير المسلمين تلقاهم يقع في أمراض نفسية، أما المسلم فتجده بانشراح صدره ماذا يقع؟ يعيش صحة نفسية، قليل الأمراض، ويفتح على أخيه. قد يكون الشخص اللي لقيته مهموم صاحب أم، ولما تبتسم يرد فعل، يبتسم كل ذاك يذوب ويذهب ذاك الهم وينساه ويحاول يعالجه. فانظر إلى أجرك وثوابك، وربما يصلحه وأنت مت وبقيت تلك الابتسامة حاضرة أمامه بين الحين والآخر، يتذكر هذا الموقف الجميل. فهل نضيع الأجر والثواب يا شباب؟ صدقة، نحن رايحين مثلا في الطريق وجدنا مثلا علبة من علب الماء، شخص يعني للأسف أسال المجتمع ورماها أو سقطت من أحد، فأنت ماذا تفعل؟ تأخذها وترميها في المكان المخصص، ولا تشوتها في زميلك. لا، خطأ، هناك وقعت معصية وهنا وقعت أجر، وأجر لما حملتها للمكان المخصص ونفعت الآخرين، وإثم قد تؤذي آخر. يعني تصور أنت نزين رأيت هذا مثلا شيء وانزحط شخص وأصيب بمرض، أنت تنال الإثم، تنال الإثم بالألم اللي تألمه، لأنك قادر. انظر حتى في الصلاة، أنت قاعد تصلي وشفت مثلا عقرب تمشي، أتجلس تتركها؟ وأنت تقول لا، صلاة صلاة صلاة، أبدا أبدا. وبعد فترة أنت تركتها وقاعد تصلي وتسمع هاي حد لدغته، أنت تؤثر، أنت شاهدت مشت أمامك وعدتك وراحت تلدغ غيرك، أنت أثمت. وأيضا أيجيك أنت أصلا هاجس الخوف، والصلاة تقبل بالخشوع، الصلاة تقبل، عماد الدين صلاة، وعماد الصلاة الخشوع. فأنت تصور أيها الطالب تركتها، لا، خرج لك الحين واقتلها
وإذا كان ما عندك مثلا ما تقدر تقتلك ذاك، خرج وجيب وطيتك أو شيء وضربها أو عصا مسكينة أو شيء وقتلها، ثم كمل صلاتك. وإذا فاتك شيء يعني استدركه بعد ذلك. واضح يا شباب؟ يعني ترجع مع الإمام وتكمل وكل شيء. شوفوا ما ضاعت الصلاة، ها؟ لكن ما تتشاغل بحديث وانت خارج تجيب عصا مثلا ولا شيء. آه فلان ما قارب شايف عقرب ورقى راه بارح اجيب عصا، لا ما تتكلم بالبر حتى لو كلمك غيره، روح انت بس مهمتك عصا عصا شيء وهكذا. اذا شباب دائما نحرص على ان نكون في المجتمع اصحاب اخلاق، اصحاب يعني اخلاق في البيت مع والدينا بالبر والمساعده، اخوتنا اخواتنا لو حدث يعني معهم شيء من سوء التفاهم نحرص على ان نتجاوز ونعفو ونصلح. ايضا في المدرسه عندك زملاء، لو وجدت طالب مثلا ضعيف وانت ذكي او انت انسان متفوق ساعده عشان تعلمه، بعد انتهاك تراجع العلم اصلا انت تكسب اجر. يعني وجدته مثلا ما عرف يحل مساله دليه، لكن ما تغشيشه وقت الاختبار، ما تقول كي هذا كي مساعده، لا، المساعده في الخير، مساعدة في المعروف انه هو لابد. انت اليوم ساعدته وغششته بكره يتوانى وما يقتيد، وانت تكون السبب دائما. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. احسنتم ما شاء الله، حافظين، الله يوفقكم. زين شباب دائما سواء كان في المدرسه واحنا جايين المدرسه وبعد ما داق القرص، هل يجوز لنا نجلس في الكتب؟ ما يجوز. الكتاب في ايات قرانيه، هل ندوس على القرآن؟ عن حقيبة يقول لا، أنت جيب لك حتى من البيت طبق أو جيب لك شيء تجلس عليه ودخله بعد ذلك في الشنطة أو سجادة، ولا تجلس عليه أو ولا تجلس على الكتب. زين لو وجدت زميلك يجلس نصحه، قل له هذا في علم، إحنا ما ندوس على العلم، وإنما دائما نحتضن العلم. كنا لما نروح نتعلم مع الشيخ يحيى بن أحمد الكندي رحمه الله، كان قلنا مسكوا الكتاب كذا، قل حتى ما تفوق عوض، قل كذا مسكوا الكتاب، تعلمنا حتى كيف نمسك الكتاب. تناقل عنده كتاب جوهر النظام، قل لي كذا يمسك الكتاب، والزملاء أيضا كل حد يقرأ، حد يقرأ كتاب الوضع، حد يقرأ كتاب دلائل، حد يقرأ ألفية ابن مالك، حد يقرأ ملحد الإعراب. هذه كتب الناس كانت تقرأها وتروح مع المشايخ تتعلم الصبح في المدرسة وفي المساء، الناس تتعلم. شباب دائما تسمعوا حد المشايخ يعلم، ماذا تفعلوا؟ روحوا تعلموا، هتستفيدوا. ما أول شيء ينيركم إلى أمور الدين، ينيركم أمور دينكم. شفتوا دورة جميلة مفيدة، روحوا استمعوا دورات في الإسعاف ودورات في المعرفة المختلفة، تعلموها وحرصوا عليها وتكسبوا أجرها وثوابها. واضح يا شباب؟ واضح؟ والعلم بالعمل بالتطبيق، العلم بالعمل، من تطبق أفيد الآخرين بما تتعلم. يوم علمت أن الله حرم عليك مثلا أكل الميتة، هل يجوز نأكل الميتة؟ علمت أن الله حرم عليك على لسان رسول السب، هل يجوز؟ الرسول يقول ليس المؤمن بالسباب ولا الشتام ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فهل يجوز سب الناس؟ هل يجوز سب الناس؟ ايضا ما عدم السخريه، هل يجوز انسان يسخر باخر؟ واعلم انك اليوم لو سخرت باحد او اغتبت احد سيقع الله عز وجل، انت ظلمت الاخرين، فيقال الله سبحانه وتعالى سيعاقبك، يسلط عليك من يسخر منك ويؤذيك. فدائما لو وقع انسان في معصيه يتوب، يقول اللهم عني إن لا اقع مره اخرى، لا اقع مره اخرى فيما وقعت. واضح؟ ولا يتشغل بأي شيء، وقت العلم اجتهد واجعل قلبك مع وعيونك مع المعلم وآذانك. مفهوم شباب؟ أسأل الله سبحانه وتعالى، قل آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعيونا تبكي من خشيتك. اللهم وفقنا للتفوق في الخير والمعروف. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومن يعز علينا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك في هذه المدرسة ووفق طلابها ليكونوا قادة في العلوم المختلفة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا قادة في التخصصات المفيدة النافعة.
يا رب العالمين. اللهم بارك في أعمارنا، اللهم ألهمنا العلم النافع، اللهم ارزقنا الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنة، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله الخير، بارك الله فيكم.